أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. الحلقة الثانية حول المقاوم الفذ محمد البقال. كان محمد البقال رحمه الله نظيف، مستقيم الأخلاق، صادق النية، عميق الإيمان بدينه وبالفكر اللي اختاره، معروف بين أصدقائه وإخوانه بالصدق والإخلاص وشديد التمسك بالدين. كان إلا انخرط أحد الأفراد على يديه في الحركة الوطنية كيأخذ منه اليمين، أولا يمين الإخلاص للوطن، وكيشترط عليه يصلي ويلتزم بصلواته كعنوان على الإخلاص. عرف محمد البقال بكونه كان على رأس محركي ومنظمي مظاهرة نشور الشهيرة اللي تمت بمشاركة عدة آلاف من المتظاهرين من مراكش ومن الضواحي ديالها. كان هذا يوم السبت 15 أغسطس 1953، وكان هو اللي حمل الراية على رأس المتظاهرين ولقى فيهم من فوق الحيط خطاب حماسي كيقلب فيه المتظاهرين ضد المؤامرة الاستعمارية لتنصيب بن عرفة سلطان والعمل على عرقلة نقله للقصر الملكي بالقصبة. وانتهت المظاهرة باصطدام عنيف مع قوات الشرطة الفرنسية والفرق ديال القوات الاحتياطية وأعوان الباشا القلاوي. عرفت السلطات الفرنسية الدور التحريضي الرئيسي لمحمد البقال في هذه المظاهرة، وهي تجدد البحث عليه لاعتقاله مباشرة بعد المظاهرة بعدما تعتقل الكثير من أصدقائه في هذا الوقت. محمد البقال أحسن التسلل والاختباء مباشرة بعد المظاهرة واختفى على الأنظار، وبات هذيك الليلة الأولى في السطح ديال صهريج قناوة، وكان مجروح بسبب اصطدام في المظاهرة. غادي يتجه نهار الأخر للدار ديال زميلته زينب علوان مدار الشف مادي. تولد زينب علوان عيلاجو وأقام عندها ليلة ونهار قبل ما ينتقل للمنزل ديال صديقه رحال بن العباس بعرس ماجوريل خارج المدينة. في 16 غشت غادي تداهم الشرطة وأعوان القلاوي دار عائلة البقال، وغادي تعتقل كل أفراد الأسرة وفتشوا الدار تفتيش دقيق وحجزوا كل ما فيها من أوراق ووثائق وكتب، وغادي يتم إغلاق الدار وتصميرها وتشميعها وتدارت على بابها حراسة دائمة، وتم اقتياد جميع المعتقلين من دار القلاوي والنساء خذوهم لدار العريفة. في هذه الظروف كان حمد البقال الأخ ديال محمد البقال مختفي بمنزل زينب علوان، وبعد ما عرف بما أصاب عائلته ما بقى قدامه سوى يخرج يبحث على شي مخبأ يأويه. خرج من دار زينب متنكر لكن تكتشف الأمر دياله، وبعد أيام تقدم للمحكمة باعتباره مشارك في المظاهرة وتحكم بسنتين ديال السجن. تعتقلت العائلة ديال البقال وما بقى منها حد خارج السجن، كبار وصغار بما فيهم صغيرة العائلة فاطمة البقال اللي تعتقلت وعمرها 14 سنة وبقت مع العائلة سنة كاملة. غادي يتخذ محمد البقال اسم حركي وهو المحجوب بن ناصر، كيتدعى تنظيمه باسم منظمة النصر المبين. كانت فرقة محمد البقال كتخطط لإنجاز أعمال فدائية كبيرة تزعزع بها أركان الاستعمار، لكن من سوء الحظ تم اكتشاف الأمر وتعتقل يوم 21 جانفي 1953. تقدم وباقي رفاقه أمام أنظار المحكمة العسكرية وتحكم عليه وعلى 8 آخرين من الرفاق دياله بالإعدام. وفي 22 أبريل 1954 نفذ الحكم عليه وعلى 2 من رفاقه هما العربي باعتي وعلي بن طاهر، وذلك بسجن العذر قرب مدينة الجديدة حيث تدفنوا تما بمقبرة الشهداء المعروفة هناك. اللهم ارحمه واغفر له ولسائر شهداء هذا الوطن الحبيب. أحبتي، حتى نتلقوا في حلقة قادمة إن شاء الله، كل التقدير والاحترام. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. الحلقة الثانية حول المقاوم الفذ
محمد البقال. كان محمد البقال رحمه الله نظيف مستقيم الأخلاق، صادق النية، عميق الإيمان بدينه وبالفكر اللي اختاره، معروف بين أصدقائه وإخوانه بالصدق والإخلاص وشديد التمسك بالدين. كان إلا انخرط أحد الأفراد على يديه في الحركة الوطنية كياخذ منه اليمين، أولا يمين الإخلاص للوطن، وكيشترط عليه يصلي ويلتزم بصلواته كعنوان على الإخلاص. عرف محمد البقال بكونه كان على رأس محركي ومنظمي مظاهرة المشور الشهيرة اللي تمت بمشاركة عدة آلاف من المتظاهرين من مراكش ومن الضواحي ديالها. كان هذا يوم السبت 15 أغسطس 1953، وكان هو اللي حمل الراية على رأس المتظاهرين ولقى فيهم من فوق لحيط خطاب حماسي كيقلب فيه المتظاهرين ضد المؤامرة الاستعمارية لتنصيب بن عرفة سلطان والعمل على عرقلة نقله للقصر الملكي بالقصبة. وانتهت المظاهرة باصطدام عنيف مع قوات الشرطة الفرنسية والفرق ديال القوات الاحتياطية وأعوان الباشا القلاوي. عرفت السلطات الفرنسية الدور التحريضي الرئيسي لمحمد البقال في هذه المظاهرة، وهي تجدد البحث عليه لاعتقاله مباشرة بعد المظاهرة بعدما تعتقل الكثير من أصدقائه في هذا الوقت. محمد البقال أحسن التسلل والاختباء مباشرة بعد المظاهرة واختفى على الأنظار، وبات هذه الليلة الأولى في السطح ديال صهريج قناوة، وكان مجروح بسبب اصطدام في المظاهرة. غادي يتجه نهار الأخر للدار ديال زميلته زينب علوان مدار الشاف حمادي. تولد زينب علوان عيلاجو وأقام عندها ليلة ونهار قبل ما ينتقل للمنزل ديال صديقه رحال بن العباس بعرس ماجوريل خارج المدينة. في 16 غوش غادي تداهم الشرطة وأعوان القلاوي دار عائلة البقال، وغادي تعتقل كل أفراد الأسرة وفتشوا الدار تفتيش دقيق وحجزوا كل ما فيها من أوراق ووثائق وكتب، وغادي يتم إغلاق الدار وتصميرها وتشميعها، وتدارت على بابها حراسة دائمة، وتم اغتيال جميع المعتقلين من دار القلاوي، والنساء خذوهم لدار العريفة. في هذه الظروف كان حمد البقال الأخ ديال محمد البقال مختفي بمنزل زينب علوان، وبعد ما عرف ما أصاب عائلته ما بقى قدامه سوى يخرج يبحث على شي مخبأ يأويه. خرج من دار زينب متنكر، لكن تكتشف الأمر دياله، وبعد أيام تقدم للمحكمة باعتباره مشارك في المظاهرة وتحكم بسنتين ديال السجن. تعتقلت العائلة ديال البقال وما بقى منها حد خارج السجن، كبار وصغار بما فيهم صغيرة العائلة فاطمة البقال اللي تعتقلت وعمرها 14 سنة وبقت مع العائلة سنة كاملة. غادي يتخذ محمد البقال اسم حركي وهو المحجوب بالنصر، كيتدعى تنظيمه باسم منظمة النصر المبين. كانت فرقة محمد البقال كتخطط لإنجاز أعمال فدائية كبيرة تزعزع بها أركان الاستعمار، لكن من سوء الحظ تم اكتشاف الأمر وتعتقل يوم 29 جانفير 1953. تقدم وباقي رفاقه أمام أنظار المحكمة العسكرية وتحكم عليه وعلى 8 آخرين من الرفاق دياله بالإعدام. وفي 22 أبريل 1954 نفذ الحكم عليه وعلى 2 من رفاقه هما العربي باعتي وعلي بن طاهر، وذلك بسجن العذر قرب مدينة الجديدة حيث تدفنوا تما بمقبرة الشهداء المعروفة هناك. اللهم ارحمه واغفر له ولسائر شهداء هذا الوطن الحبيب. أحبتي حتى نتلقوا في حلقة قادمة إن شاء الله، كل التقدير والاحترام.